ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن المخالفات التي تقع فيها النساء إلا من رحم الله الخضوع بالقول، والمرأة منهية عن الخضوع بالقول وإلانة الكلام وترقيق العبارات للرجال الأجانب درءا للفتنة، والأجانب هم الذين ليسوا من محارمها، فكل من ليس بمحرم لها فهو أجنبي عنها. المرأة منهية عن الخضوع بالقول وإلانة الكلام وترقيق العبارات لرجال الأجانب درءا للفتنة وحفظا للقلوب. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة عليها أن يكون حديثها جادا بعيدا عن أي فتنة أو إثارة حتى لا يساء بها الظن. ويشمل ذلك أيضا الحديث عبر الهاتف، فعلى المرأة إذا كلمها رجل أن ترد برزانة ووقار وجد، وألا تجمل صوتها عند ردها بل تخشنه، لأنها إن لم تفعل عرضت نفسها إلى الخطر والريبة والوقوع في الإثم، وتكون سببا في فتنة من تكلمه وفي تشويش باله وإثارة كوام الرغبات في نفسه. وهذا أمر أعني الخضوع بالقول مما يتورط فيه كثير من الناس، بل ساعد عليه دعاة هذا العصر من دعاة الفتنة والضلالة. فتجد المرأة تهاتف الشيخ والديوث بجوارها يسمعها ويراها، وهي تقول للشيخ إنها تحبه في الله، لا ينهاها عن ذلك بل ربما فرح به وسرت به نفسه. يعلمون الناس الزيغ والضلال ويحضونهم على الخروج عن الجادة المستقيمة. وقد يكون ما تسأل عنه مما تعلمه، ولكنها تريد أن تسترسل. ومن بجوارها أعني زوجها يضغط على القرنين اللذين قد طلعا له في جانبي رأسه حتى لا يفتضح، فعلى الرجل أن يأمر من عنده من نسائه بألا تخضع الواحدة منهن بالقول. هذا أمر الله، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.